رسومات بتتكلم بتقول أحلى حكايات، نفهم ونتعلم من جوه الأيقونات. أيقونتنا النهاردة هتحكي لنا عن زيارة القديسة العذراء مريم للقديسة إليصابات، مرات زكريا الكاهن، أم القديس يوحنا المعمدان. هنشوف في الأيقونة بيت، ده يبقى بيت زكريا الكاهن. لما الملاك جبرائيل جه بشر العذراء مريم إن هيجي منها الرب يسوع، بشرها كمان إن إليصابات نسيبتها حامل، ودلوقتي في الشهر السادس. أول ما عرفت العذراء مريم الخبر ده راحت بسرعة لإليصابات، بالرغم إن الطريق طويل، وطلعت على الجبال علشان توصل لها، لكن ما اهتمتش بكل التعب ده، لأنها كانت عايزة تساعد إليصابات اللي كان سنها كبير قوي، زي ما احنا شايفين في الأيقونة. وهنشوف في الأيقونة كمان إن القديسة إليصابات فرحت قوي بزيارة العذراء ليها، وأول ما القديسة إليصابات سمعت سلام القديسة العذراء مريم، فرح الجنين اللي هو القديس يوحنا المعمدان في بطن القديسة إليصابات. وكمان هنشوف هالة من النور حوالين راس القديسة إليصابات، لأنها قديسة ونور لكل اللي حواليها. بصوا كده كمان على لبس ماما العذراء الجميل. ماما العذراء لابسة لبس لونه أحمر، لأن اللون الأحمر ده بيرمز للاهوت الرب يسوع اللي حل جوه بطن ماما العذراء. وكمان هنلاقيها لابسة لبس أزرق زي لون السماء، أصل ماما العذراء تبقى هي السماء التانية، لأن ربنا اللي في السماء جه في بطنها، فبقيت هي السماء التانية. ولما نركز أكتر هنلقى ثلاث نجوم، واحدة على كتفها اليمين، وواحدة على كتفها الشمال، وواحدة على رأسها. دول بيعرفونا إن ماما العذراء دائمة البتولية قبل وأثناء وبعد ولادة ربنا يسوع المسيح. وفي هالة من النور حوالين رأس ماما العذراء لأنها قديسة، وهالة النور دي بتعتبر التاج السماوي اللي بيتحط على رأسها، والهالة دي من النور لأنها كانت نور لكل اللي حواليها، وكمان لكل الأجيال اللي جاية بعديها. هي دي حكاية أيقونة زيارة القديسة العذراء مريم للقديسة إليصابات. تعالوا نقف قدامها ونقول لها: يا ماما العذراء مريم، صلي لربنا يسوع المسيح علشان يغفر لينا كل خطايانا. رسومات بتتكلم بتقول أحلى حكايات، نفهم